السلام عليكم، ياكم حسين انجر. اليوم حبيت اشوفكم البوم فينيش النورمال اللي هو اللون الاسود ملازم. طبعا هذا العادي النورمال مثل ما واضح بالتصوير، الذكر اللي موجود اضخم من النورمال يبين اكثر حتى بالخط ماله، يعني مو مثل العسلي. العسلي شويه الفروقات ما تبين، بس بالنسبه للنورمال اللي هو هذا لا، يبين بفروقات شويه افضل، يعني حتى المستجد احتمال يقدر يركز بينه. طبعا مثل ما تشوفون هذا البوم فينيش، طبعا انتاجه ارجع واقول انتاجه كلش سهل وحلو، وبي شغلات كلش حلوه، وبي الوان تطلع كلش حلوه بالنسبه للعسلي، بالنسبه للفواتح كلش حلوه. طبعا حتى النورمال يجي بي فاتح اللي هو يصير شلون الشوكليتي، طبعا كلش حلو. ان شاء الله راح اصور لكم هيك شيء، بس يجيني راح اصور لكم اللون الشوكليتي بالنسبه للبوم فينيش. طبعا الوان كلش تخبر بالنسبه، احلى بعد من العسلي واحلى من النورمال. بالنسبه لانتاجه، انتاجه كلش بسيط وسهل اذا كان نعرف الذكر والانثى. طبعا يحب المسافات لان طائر ما يوقف، يحب الطيران اكثر من مره، طائر حرك حال الفينيشات، طائر زين وحلو، مناعته قويه مو مثل باقي الطيور. طبعا احنا عندنا المناعه بالنسبه للجولدن فينيش انقل شيء هو بالمناعه، يعني مناعته كلش بسيطه ويتعرض لهواي امراض وهواي شغلات ومشاكل بالنسبه للجولدن فينيش. بس بالباقي الفينيشات هواي اكو طيور تتحمل، عندك الستار فينيش ما يتحمل، هواي اكو طيور ما تتحمل، بس بالنسبه اكو طيور هواي عندنا تتحمل بالنسبه للفينيشات. طبعا اهم شيء بالانتاج للبوم فينيش انه البيت البلاستيك والخشب كله ما يرضى، يحب البيت الخوص اللي هو للفناجز افضل شيء له، يعني هذا الشيء انه تخليه يعشقه وراح يتكاثر به بطريقه صحيحه وسريعه. طير ما يشحم، جيل ما يطيق اذا ما عنده اي مشاكل، ياكل يحب التنوعات، لا تبخل عليه باي شيء، اهم نقطه هاي. حتى تقدر تساعد وياه ويعطيك انتاج بطريقه صحيحه ان شاء الله. تحياتي، وياكم حسين انجل، مع السلامه.